بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب في اول فيديو بقى من فيديوهات ماده التوكسيكولوجي الترم ده ان شاء الله. افتح بقى شاشه فول سكرين كده يلا وركز معايا، وعايزك في الاول كده بس اقول لكم في دقيقه واحده معلومات عن ماده التوكسيكولوجي الترم ده ان شاء الله وماده البايو اسي. فيلا بينا بعد الفاصل نبدا نشوف الماده دي عباره عن ايه بالظبط ان شاء الله. مبدئيا ماده التوكسيكولوجي والبايو اسي هما امتداد لقسم الفارما، يعني هي ماده الفارما اللي انت خدتها في سنه ثالثه امتدادها ماده التوكسيكولوجي وماده البايو اسي، حتى احنا في حاجات هناخدها فيها متعلقه بماده الفارما، وزيها زي الفارما كان في جزء كويس فهم وكان في جزء حفظ، زي ما خدنا في الفارما كان في ادويه بنحفظها وبنعرف الميكانيزمات واليوز والسايد افكت بتاعتها، كذلك التوكسيكولوجي فيها حاجات فهم برده كويسه قوي، فيها حاجات وفيها حاجات بتتحفظ. بس خلي بالك لان الدكتوره نفسها في اول محاضره قالت ان الماده ماده حفظ، الكلام ده لو انت خدته كده يا جماعه هتتعب في الماده دي قوي. لو مسكت الماده شباب، لو مسكت الماده وقعدت تحفظ فيها مش هتفتكر فيها كلام ومش هتعرف تحل في الامتحان كويس، وفي نفس الوقت هتصعبها قوي قوي على نفسك. ماده التوكسيكولوجي فيها حاجات كتيره قوي فهم، بس بتعتمد على مين اللي بيشرح لك بمنتهى الصراحه، هتعتمد على مين اللي يشرح لك. فلو سمحت معايا حاول تفهم على قد ما تقدر، حاول تفهم على قد ما تقدر، ده هيسهل عليك الماده جدا. كذلك في البايو اسي، البايو اسي ماده يا تجيب صفر يا تجيب امتياز. مشكله البايو اسي الترم ده هي سهله، هي سهله جدا، بس مشكلتها ان انت هتجيب فيها صفر تجيب فيها امتياز، وحاول الترم ده تجيب فيها تقدير، لان الترم الجاي ترم منيل بنيله في البايو اسي بمنتهى الصراحه برضه. والله البايو اسي الترم الجاي غلسه جدا وماده تقيله جدا جدا، تعتبر اتقل ماده عندك في سنه رابعه الترم الجاي. اتقل ماده والله، وانا اصلي الكلام ده بقول لك اتقل من الميديسنال كمان. فركز فيها قوي الترم ده البايو اسي، وحاول تجيب فيها تقدير امتياز او جيد جدا على الاقل، عشان ان شاء الله الترم الجاي لو جبت فيها جيد جدا هيتقال عليك بطل في البايو اسي. واخدين بالكم؟ واسالوا زمايلكم بتوع السنه اللي فاتت وهم هيقولوا لكم الكلام ده كويس قوي. خلاص يا جماعه، يبقى ماده التوكسيكولوجي الترم ده احنا هنعتمد فيها على الفهم قوي اكتر ما هنعتمد فيها على الحفظ، وفي حاجات انا هقول لك دي حفظ، يعني في شابتر لحاجه اسمها الهيفي ميتال ده لازم هتحفظه، ده ما فيهوش فهم خالص، ده انا هشاور لك كده هقول لك دي بتيجي ودي ما بتجيش، دي بتيجي ودي ما بتجيش، هتمشي معايا كده في الشابتر ده بالذات. اتفقنا يا جماعه؟ دي بس كان هنت صغير كده عشان تبقى عارف الماده عباره عن ايه، تمام؟ وكالعاده برضو المذكره اللي بتنزل لك هتكون محاضره. يعني انا بنزل المذكره محاضره، ما عدا بس المذكره الاولى دي كانت واخده محاضره ونص او محاضره وثلاث ارباع كمان، يعني تقريبا محاضرتين. المذكره الاولى اللي انا نزلتها دي تقريبا محاضرتين. خلاص يا جماعه، واحنا برضو بنتابع بعض على جروب التليجرام ان شاء الله، لو في اي ورق بنزله فيه وبنزله في المكاتب عشان اللي يحب ينزل يصور او كده. تعالوا بقى نبدا الماده بتاعتنا النهارده. لو انا هشرح في السنتر فكانت دي هتبقى السبوره، ننزل تحت كده دي السبوره بتاعتنا. تعال نشوف كده احنا هنتكلم عن ايه النهارده كده في ماده التوكسيكولوجي، وركز معايا وافهم. يعني انا النهارده مش هقرا في الورق اللي حاجات صغيره، بس عايزك تفهم الاول كده، الاول على السبوره وبعدين نرجع نشوف الورق بيقول ايه. اتفقنا؟ نجيب القلم كده ونشوف الاول ماده التوكسيكولوجي، ها او ماده التوكسيكولوجي بتاعتنا دي ماده مختصه، او ده علم بلاش ماده بقى، هو علم اولوجي مختص بدراسه التوكسيك افكت، اسمها توكسيكولوجي. فالاولوجي هو العلم، والتوكسيك اللي هو الماده او العرض الجانبي او الاثر السيء اللي بتعمله اي ماده في الدنيا، فده علم مختص بدراسه الادفيرس افكت. ركز معايا كده، ده علم مختص بدراسه الادفيرس افكت. وعلى فكره لازم اسالك من هنا سؤال الاول، ايه الفرق بين كلمه ادفيرس افكت، والكلمه دي انت سمعتها قبل كده في الفارما، وبين كلمه اسمها سايد افكت؟ هل يا ترى في فرق بين الاثنين؟ هل يا ترى في فرق بين الاثنين؟ اه طبعا في فرق. السايد افكت ده لما تيجي كنا بناخده في الفارما كنا ساعات نقول ان الدواء ده بيعمل سايد افكت واحد واثنين وثلاثه واربعه. كان في منهم اعراض جانبيه يمكن استخدامها طبيا. مش فاهم حاجه يا دكتور، افهمك دلوقتي بس خد مني بس. السايد افكت ممكن يبقى حاجه ديزاير، يعني حاجه مطلوبه انها تحصل وانا هستخدمها استخدام طبي بعد كده. لكن لو كان السايد افكت ده حاجه ان ديزاير او حاجه لا يمكن استخدامها وحاجه مكروهه وحاجه وحشه بسميها ادفيرس افكت. مش فاهم. ايه رايك لما تروح الصيدليه تجيب دواء اسمه كونجستان؟ انا هحاول اقرب لك الموضوع اهو على قد ما نقدر يعني. لما تروح الصيدليه تجيب دواء اسمه كونجستان، انا رحت الصيدليه عندي برد فجبت دواء اسمه كونجستان وبدات استخدمه عشان البرد اللي عندي. كونجستان ده من اعراضه الجانبيه انه في ماده انتي هيستامينك، في ماده انتي هيستامينك بتعمل دراوزنس او بتدروخ وتخليك عايز تنام وكده. ففي واحد ما عندوش برد ولا حاجه قال انا اروح اخد الكونجستان ده عشان بينيم وعشان ينيمني، انا عندي ارق وما بنامش. فالكونجستان له عرض جانبي، له سايد افكت
السايد افكت ده انه بيريق، صح الكلام؟ في واحد ما عندوش برد ولا عنده اي حاجه خالص راح ياخده عشان بس ينام، اذا هو استخدم العرض الجانبي عشان يديله اثر هو عايزه وعايز يستفيد بيه. اذا ده اسميه سايد افكت ولا ادفيرس افكت؟ ما دام العرض الجانبي يمكن استخدامه طبيا اسميه سايد افكت، ما دام ديزايرد عند ناس او يمكن استخدامه في بعض المرضى اسميه سايد افكت. لكن واحد راح خد مسكنات نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج مثلا اهوت، النون ستيرويدال معروف ان هي بتعمل بيبتيك ألسر، بتعمل قرحه في المعده المسكنات، صح الكلام؟ هل تفتكر ان في واحد ممكن في الدنيا عاقل يروح ياخد الان اس اي عشان يحصل له بيبتيك ألسر؟ مفيش حاجه كده، وبالتالي ده عرض جانبي انديزايرد، يبقى ده ما اسميهوش سايد افكت اسميه ادفيرس افكت. يبقى ما الفرق بين الادفيرس افكت والسايد افكت؟ السايد افكت ده عرض جانبي، هو يعتبر عرض جانبي، كلمه سايد افكت معناها عرض جانبي، فهو فرع من الاعراض الجانبيه ولكن انديزايرد. لكن لما السايد افكت يبقى ديزايرد بقى دي بتبقى حاجه ثانيه. احنا هندرس مين فيهم في التوكسيكولوجي؟ احنا هندرس الانديزايرد دايما، يعني دايما انا هختص واقول لك ادفيرس افكت، عمري ما هجيب سيره الكلمه دي خالص، لان سايد افكت تشمل الديزايرد والانديزايرد. يبقى اما اجي اقول لك بمنتهى الاختصار اهو، علم التوكسيكولوجي هيتعامل مع ايه؟ هيتعامل مع الاعراض الجانبيه اللي دايما هتكون انديزايرد، اللي دايما هتكون ايه يا شباب؟ انديزايرد. وده سؤال اتسال في الشفوي قبل كده على فكره، الدكتور سال مره بنت من البنات اللي كانوا عندي وقال لها ايه الفرق بين الادفيرس افكت والسايد افكت؟ فالادفيرس افكت هو الانديزايرد سايد افكت، هو انديزايرد سايد افكت. كذلك في دواء مضاد حيوي اسمه سلفونامايد، الانتي بايوتيك ده لما نديه في الاطفال، لما بنديه في الاطفال بيزق البيلروبين من على البلازما بروتين. عارفين يا جماعه في الاطفال ماده البيلروبين او في البيدياتريك ماده البيلروبين اللي هي ماده الصفراء بتكون عاليه جدا. الاطفال الكبد بتاعهم عنده بس مشكله انه بيكون لسه اماتيور مش ناضج، فالكبد ده اللي بيكسر ماده اسمها البيلروبين. الكبد بتاع الاطفال او بتاع اي حد هو اللي بيكسر ماده اسمها البيلروبين، فالكبد في الاطفال للاسف بيكون لسه مش ناضج بالصوره الكافيه، فما بيقدرش يكسر البيلروبين، فالبيلروبين بيعلى في الدم ويركب على البلازما بروتين. لو اديت للاطفال دول السلفونامايد بيزق البيلروبين من على البلازما بروتين وينزله في الدم، فالبيلروبين الكبد مش عارف يكسره ويبدا يعلى في الدم، مش لاقي حاجه يركب عليها زي البلازما بروتين، فيطلع على البرين عندهم ويقعد في البرين ويبدا يعمل مشكله اسمها كيرنستروس. كيرنستروس وديت معناها دامج في البرين. تاني هو باختصار بالراحه، الاطفال عندهم الكبد بتاعهم ايماتيور، الكبد ده بيكسر ماده اسمها البيلروبين، لان الكبد بتاعهم لسه ايماتيور ومش ناضج فمش قادر يكسر البيلروبين، فالبيلروبين يعلى 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 في الدم، فتلاقي العيل يقول لك ده جاله الصفرة. الطفل ده جاله الصفرة بعد 3 4 ايام من الولاده، الكبد بتاعه ايماتيور مش قادر يكسر البيلروبين، فالبيلروبين يقعد على البلازما بروتين يحاول يخفف من تركيزه في الدم شويه بانه يطلع يركب على البلازما بروتين، يجي له السلفونامايد يقوم زقه. السلفونامايد لما يزق البيلروبين ينزل من على البلازما بروتين يقوم طالع على البرين وقاعد في البرين ويعمل دامج في البرين، الدامج ده اسمه كيرنستروس. وبالتالي هنا السلفونامايد عمل عرض جانبي مطلوب ولا غير مطلوب؟ اكيد غير مطلوب، اللي هو لانه عمل دامج في البرين كده، فده برضه اسميه ادفيرس افكت. فالادفيرس افكت هو عرض جانبي انديزايرد، مظبوط الكلام؟ يقول لك مثالين هم ما ينفعش تنساهم لما اقول لك ان في ان سيت بيعمل اوبتيك السر او سلفونامايد بيعمل كيرن سيتروس او دواء مثلا جاب كونستيبيشن. لو اقول لك انا خدت دواء وجاب لي كونستيبيشن تفتكر ده ديزايرد ولا انديزايرد؟ اكيد برضه انديزايرد. يبقى احنا خلاص فهمنا دلوقتي ان علم التوكسيكولوجي هو يختص بدراسه الادفيرس افكت، وده احنا بنفهم ما بنحفظش اهو. علم التوكسيكولوجي يختص بدراسه الادفيرس افكت اللي هي كلها هتكون انديزايرد. ماشي يا جماعه؟ كلها هتكون ايه؟ انديزايرد. فباختصار هو علم التوكسيكولوجي بيدرس سبستنس ايبل ان هي تعمل ادفيرس افكت على الهيومن بودي. ها؟ بيدرس ايه يا جماعه؟ سبستنس ايبل انها تعمل ادفيرس افكت، وما دام جبت سيره كلمه ادفيرس افكت يبقى انا بتكلم على حاجه ايه؟ انديزايرد كده زي ما احنا اتكلمنا. محتاجك تعرف معلومه عن السبستنس دي، ومحتاجك تعرف معلومه عن انواع الادفيرس افكت اللي بتحصل في الجسم، يعني الادفيرس افكت ده سبيكترم عالي، كذا حاجه ممكن تحصل، هعرفك بيهم دلوقتي كهنتات ومش هقول لك احفظ فيهم غير واحده بس، ركز معايا لان اللي هيتسال فيه حاجات صغيره خالص. بص انت عارف علم التوكسيكولوجي ده عامل زي ايه؟ عامل زي واحده اسمها ام احمد وواحده اسمها ام حسين. اتنين دول اتنين ستات، دي ماده التوكسيكولوجي يا جماعه. اتنين ستات اتقابلوا مع بعض بقالهم سنين ما اتقابلوش واتقابلوا مع بعض، ام احمد وام حسين دول. فقعدوا يتكلموا مع ما صدقوا بقى شافوا بعض بقى، قعدوا يتكلموا رغي 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 رغي، وجه في الاخر وانت قاعد بتسمعهم هما الاتنين وهم عاملين يتكلموا، جه واحد قال لك انت عارف ام احمد دي؟
هتقول له اه، وعارف ام حسين دي هتقول له اه، مش الاثنين كانوا بيتكلموا مع بعض؟ اه كانوا بيتكلموا مع بعض، وسمعت الحديث اللي دار بينهم كله وحفظته. هيقول لك بقى عارف ام احمد دي ليها بنت خاله، جوز عمه بنت امها، مش عارفين، تفتكر بيشبشب مقاس مقاس جسم مقاسه ايه؟ او جزمته مقاسها ايه؟ فبيسالك في تفاصيل التفاصيل في حتت مستخبيه انت ما تاخدش بالك منها. فركز معايا، لان اللي بيتسال فيه، مش عارف انت فهمت المثال اللي عايز اقوله ولا لا، اللي بيتسال فيه حاجات يعني مستخبيه كده انت ما تدريش او ما تاخدش بالك منها. فاللي اشاور عليه خد بالك منه، لو اقول لك خلي بالك دي سؤال او دي سؤال خلي بالك منه، خلاص. فماده التوكسيكولوجي عباره عن مين؟ ام احمد وام حسين. فهسالك في حاجات بعيده خالص عن اللي هم بيتكلموا عليه، فركز معايا عشان تاخد بالك وما يعلمش عليك في الامتحان يعني. المهم ان ماده التوكسيكولوجي قلنا بتدرس الادفيرس ايفكت، وده علاقه او عباره عن سبستنس قدرت انها تعمل ادفيرس ايفكت على الهيومن بودي. الماده اللي تقدر تعمل ادفيرس ايفكت دي بسميها ثلاث مسميات يا جماعه، اسميها بويزن، اسميها توكسين، اسميها توكسيكنت. تاني كده اسميها ايه؟ اسميها بويزن، اسميها توكسين، اسميها توكسيكنت. اسميها بويزن لو الماده اللي بتعمل ادفيرس ايفكت ديت كانت ماده مجهوله الهويه بالنسبه لي، ما اعرفش السورس بتاعها جاي منين، ازاي مش فاهم، هتفهم دلوقتي. اسميها توكسين لو الماده ديت كانت جايه من مصدر نباتي، انا عرفت السورس بتاعها اهو، ماده جايه من مصدر نباتي، نبات سام او حيوان سام، الماده التوكسين دي جايه من مصدر نبات او مصدر حيوان، اسميها توكسين. لو السبستنس اللي بتعمل ادفيرس ايفكت على الانسان دي جايه من مصدر نبات، طب لو مجهوله المصدر ما اعرفش عنها حاجه يا دكتور اسميها بويزن. طب لو جايه من حاجه هيومن ميد انا اللي مصنعها بايدي، زي الفينيك مثلا، حاجه انا اللي عاملها بايدي مثلا، ده كده اسميها توكسيكنت. يبقى السبستنس او الماده السامه اللي بتعمل ادفيرس ايفكت ليها ثلاث مسميات عندنا في التوكسو. اعرف بقى لغتنا عشان تعرف تتكلم معانا، زي ما في الفارما كنت لينا لغه برضو كده. البويزون دي ماده مجهوله الهويه، التوكسين دي ماده من بلانت سورس او انيمال سورس، التوكسيكنت دي ماده هيومن ميد، ماده البني ادم هو اللي عاملها. الماده دي ايبل انها تعمل ادفيرس ايفكت. طب عملت ايه ادفيرس ايفكت يعني؟ والله عملت الرجيك رياكشن، واحد خدها وجابت له حساسيه، هايبر سنسيتيفيتي مثلا، وده انديزايرد، واحد جاله خد دواء وجاله منه حساسيه، تفتكر ده ديزايرد ولا انديزايرد؟ ده برضه انديزايرد. واحد خدها الماده ديت تعمل له ايميديت ادفيرس ايفكت، يعني اول ما ياخد الماده دي في لحظتها يظهر عليه العرض الجانبي، او العرض الجانبي يبقى ديليد، يتاخر شويه، يظهر بعد يوم او يومين او ثلاثه او اربعه. لو تفتكروا كان في فيلم بيجي زمان اسمه غرام الافاعي، كانوا اتنين صيادله متجوزين بعض، مشكله الصيادله دول لما بيتقابلوا يا جماعه، كان اتنين صيادله متجوزين بعض، هي موتته كانت ليلى علوي وواد تاني كده اسمه هشام عبد الحميد باين لو انا فاكر يعني، كانوا متجوزين بعض، ناس كتير منكم اكيد تعرف الفيلم ده. ها؟ كانوا متجوزين بعض وكل واحد فيهم حط سم للتاني في الاكل في اخر الفيلم، ودي ماتت بعد اربع ايام ودي ماتت بعد خمس ايام، كل واحد حط ايه؟ حط سم بويزون، انا ما قلتلكش السورس بتاعه. بويزون عمل ادفيرس ايفكت على الهيومن، بس الادفيرس ايفكت كان نوعه ايه؟ كان نوعه ديليت، كل واحد فيهم مات بعد 3 4 ايام، حد فاكر الفيلم ده لو فاكرين؟ فالعرض الجانبي ممكن يبقى الرجيك، ممكن يبقى ايميديت، او ممكن يبقى ديليت، وممكن يبقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، واول مره اقول مهمه اهو في الحصه النهارده، ايديوسينكراتيك. العرض الجانبي ممكن يبقى حاجه اسمها ايديوسينكراتيك. وعلى فكره ايديوسينكراتيك انتوا خدتوها السنه اللي فاتت، حد فاكرها؟ ها؟ حد فاكرها؟ ما تفكرش عشان انت قاعد ورا الشاشه انا مش شايفك. حد فاكرها؟ ها؟ الايدوسينكراتيك. افكرك انا، في ناس اكيد افتكرتها ودي ناس يعني ولاد حلال الحقيقه. تعالى ما افكرك بيها الايدوسينكراتيك دي. الايدوسينكراتيك تعالى كده اقول لك حته فارما بس افكرك بيها كده. الايدوسينكراتيك يعني ايه؟ عشان تفهم الايدوسينكراتيك، فاكر دواء كان اسمه ساكسونايل كولين؟ الدواء ده كان دواء بسط عضلات. فاكرين كان عندنا نيرفات اسمها النيرفات الاوتونوميك، ونيرف اسمه النيرف السوماتيك. كان عندنا في النيرف السوماتيك ده بيطلع استايل كولين يشتغل على السكيليتال ماسل ويعمل كونتراكشن. كان عندنا احنا دواء بقى اسمه السكسونيل كولين بيقفل الان ام ريسبتور دي. الان ام ريسبتور دي بيقفلها. ده كان دواء اسمه السكسونيل كولين. وبعد ما يقفل الان ام يعمل سكيليتال ماسل ريلاكس، مظبوط الكلام يا جماعه؟ وبعد ما يعمل سكيليتال ماسل ريلاكس يطلع له انزيم بيكسره اسمه سودو كولين ستريس. انا بفكرك بس بحته فارما، بقول لك ان في دواء عندنا في الفارما كان اسمه سكسونايل كولين، كان بيعمل سكيليتال ماسل ريلاكس، كان بيريلاكس العضله. ازاي كان بيريلاكس العضله؟ كان بيقفل الان ام ريسبتور، وبالتالي كان بيريلاكس العضله، يمنع الاستايل كولين انه يشتغل على سكيليتال ماسل، وبالتالي يمنع الكونتراكشن. وبعد ما يخلص شغله 3 4 دقائق ولا حاجه يجي له انزيم اسمه سودو كولين ستريس يكسره. ايه علاقه ده بالتوكسيكولوجي يا دكتور اللي انت عمال تقوله عندنا ده؟ ايوه، في ناس مخلوقه
في ناس مخنوقه ما عندهاش السيتوكولين ستريس، عندها ديفيشنسي في هذا الانزيم نتيجه مشكله في الجين اللي بينتجه. فناس بص كده ما عندوش الجين اللي بينتج السيتوكولين ستريس، فلو خد ساكسيدايل كولين هيفضل الساكسيدايل كولين قافل الان ام ريسبتور ومفيش حاجه هتكسره، فيبدا يريلاكس السكيليتال ماسل كلها ويبقى الموضوع بقى برولونجت، سكيليتال ماسل مش هتشتغل تاني، ويتطور ويشتغل كمان على الريسبيراتوري ماسل، يبدا يريلاكس السكيليتال ماسل ويبدا يطلع يشتغل على البرونكاي كمان اللي هي الريسبيراتوري ماسل كمان ويبدا ياثر عليه، وبالتالي بيعمل مشكله اسمها الابنيا. ابنيا ابنيا يعني قرشه نفس، هنشوفها دلوقتي في الورق. يعني انت عايز تقول يا دكتور، عايز اقول لك ان في اعراض جانبيه ساعات بتحصل مش شرط باستخدام الماده، مش شرط باستخدام سبستنس. تعال نرجع لموضوعنا كده، اعراض جانبيه مش شرط عشان استخدام سبستنس، لا، ممكن يكون الادفيرس افكت اللي بيحصل على الانسان نتيجه غياب جيني، في نقص في الجين اللي كان بينتج انزيم معين خلى الماده اللي عندك اللي هي زي الساكسينايل كولين دي، خلى الماده اللي عندك دي تبدا تعمل ادفيرس افكت على البني ادم. باختصار هتسالني ازاي، هقول لك ما هي الايدوسينكراتيك او الايدوسينكراسي، تقول لي ده عباره عن ابنورمال رياكشن، عملوا دراج او عملته اي ماده معينه نتيجه غياب الجين. طب فين هنا الابنورمال رياكشن؟ ايوه الساكسيلايل كولين كان بيعمل سكيليتال ماسل ريلاكس دقايق معدوده وبعدين يتكسر، لا ده بقى بيعمل برولونجد سكيليتال ماسل ريلاكس وبيعمل ابنيه كمان لانه بدا ياثر على عضلات التنفس، فده ابنورمال رياكشن. طب عملوا ليه؟ نتيجه غياب الجين او غياب الانزيم. الحته دي حتى هتلاقوها في الورق، وانا بقرا الورق كده في الاخر هتلاقيها في الورق هنا اهي. بصوا كده الايديوسينكراتيك ده عباره عن ابنورمال رياكتيفيتي تو كيميكال او ابنورمال اكشن يعني تو كيميكال، وهتشطب لي انت السيفير ده وسيفير ده وسيفير ده كده وتقول لي ديو تو ايه بقى؟ ديو تو جيناتيك ابنورماليتي. اهو يا جماعه بصوا الجين اهو اللي كان اسمه بيوترلايل كولين ستريس جين، ده الجين اللي كان بينتج الانزيم اللي اسمه سودو كولين ستريس، وده الانزيم اللي كان ميتابوليك انزيم مسؤول عن الساكسينايل كولين ان هو يكسره، فبالتالي لما الجين يبقى مش موجود فالانزيم مش موجود فيبدا يحصل برولونج سكيليتال ماسل ريلاكس اند ابنيا. مع مين؟ مع الساكسينايل كولين. دي مهمة الحتة دي. دي مهمة. طب تعالى ننزل تاني في الورق نكمل كده. يبقى تاني انت فهمتني دلوقتي ان لما تكون في سبستنس بتعمل عرض جانبي على الدواء، العرض الجانبي ده ممكن يبقى الرجيك، ممكن يحصل في ساعتها او يتاخر شويه زي فيلم غرام الافاعي اللي كنا لسه بنتكلم عنه، ممكن يكون ايديوسينكراتيك، ممكن يكون ريفرسبل وانريفرسبل، ممكن العرض الجانبي ده لما توقف الماده السبستنس يكون الموضوع ريفرسبل وبيروح، زي مثلا الان سيد لما توقفها خلاص مش هيحصل العيان بيبتك السر تاني، زي السلفوناميد لما ما تديهاش مش هيحصل كيرلي سيتروس، او ممكن يكون عرض جانبي ايرفيرسبل، ودي بقى الخطوره، زي مثلا انت اديت دواء جاب للعيان تيومر، خلاص انت وديته في داهيه انتهت خلاص، خد سبستنس جابت له تيومر سرطان. ها يا جماعه واخد بالك ان الاعراض الجانبيه ممكن تكون ريفيرسبل وانريفيرسبل، ممكن تكون لوكال وسيستميك، انت ممكن تاخد ماده تعمل لك اثر لوكال، مثلا لو انت استنشقت ماده سامه تعمل لك اثر لوكال توكسيستي على البرونكاي، وممكن تخش الدم وتنتشر وتاذي الجسم كله، فممكن تبقى لوكال في مكان او سيستميك في مكان، عديها ما تحفظش يعني. يعني انا اللي يهمني لحد الان وقلت عليه مهم هي الايدوسينكراتيك بس، لكن الباقي ده انت هتكون فاهم بس. وساعات يا جماعه من كتر استخدام مواد سامه بويزون توكسين توكسيكانت، الجسم من كتر ما عمال يتعرض لها وعمال يحصل له بقى اعراض جانبيه يبدا الجسم يحاول يرحم نفسه شويه ويبدا ياخد منها توليرنس، يبدا الجسم يحب يرحم نفسه شويه ويبدا ياخد منها توليرنس. عارف انت قاعد في مكان كل يوم بتشم فيه عوادم سيارات، عوادم السيارات دي مليانه ماده اسمها كربون مونوكسيد، هناخدها لسه ان شاء الله CO، لسه هناخدها ان شاء الله، كل يوم عمال تشمها وتكح وتتعب وتعطس واول ما تشم الريحه بس كده ما تبقاش طايق تقعد في المكان. يوم 2 3 4 5 6 عمال تتعرض لنفس التوكسيك افكت والادفيرس افكت بتاعت العوادم بتاعت العربيات دي، لحد ما جالك بعد سنه سنتين خلاص بقت بالنسبه لك افيونه، لو صحيت الصبح وما شمتهاش هتحس ان في حاجه غريبه، جسمك بدا يديك توليرنس ناحيتها او يتعود عليها عشان خاطر ما يحصلش مزيد من الضرر. مش فاهم يا دكتور يعني ايه ما يحصلش مزيد من الضرر؟ يعني بدا الجسم نفسه يطور في ميكانيزماته بحيث انه يتجنب المواد الضاره الموجوده في عوادم السيارات دي، فبقيت انت تشمها وما تتعبش. مثلا الكربون مونوكسيد ده كان هيتارجت على ريسبتور معين، يقوم الجسم مغير في الريسبتور ده، كان بيتارجت على انزيم معين يقوم مغير في الانزيم ده عشان يحاول يتكيف مع الوضع. فاحيانا السبستنس من كتر ما بتعمل ادفيرس افكت متكرر الجسم بيحاول ياخد ناحيتها توليرنس. ولسه برضه هكلمك على التوليرنس بالتفصيل. عايز تقول لي ايه لحد دلوقتي باختصار؟ عايز اقول لك ان علم التوكسيكولوجي هو العلم المختص بدراسه الادفيرس افكت وليس السايد افكت،
والادفيرس ايفكت دي معناها ان هي اعراض جانبيه انديزايرد. الماده السبستنس هتعمل عرض جانبي على الهيومن بودي. السبستنس الماده اللي هتعمل عرض جانبي دي اللي هي السبستنس يا اما بتكون بويزون يعني ماده مجهوله الهويه بالنسبه لي ما اعرفش عنها حاجه، يا اما بتكون توكسين يا اما بتكون توكسيكنت. كلمه توكسين هنا مقصود بيها ان هي معروف المصدر بتاعها بلاند سورس، او توكسيكنت معروف المصدر بتاعها ان هي هيومن عملت عرض جانبي على الهيومن بودي، يا اما الرجيك يا اما العرض الجانبي ده يكون ايميديت او ديليت، يا اما يكون ايديوسينكراتيك وعرفنا يعني ايه ايديوسينكراتيك، يا اما يكون ريفرسبل ريفرسبل، يا اما لوكال وسيستميك، ويا اما بقى بعد كده الماده الحمد لله جسمك يبدا يرحم نفسه منها وياخد ناحيتها غلط. انت عمال تكلمني وتقول لي الماده عماله تعمل اعراض جانبيه اعراض جانبيه اعراض جانبيه، هو احنا هنسيب المواد الضاره دي كده موجوده والهيومن بودي عمال يتعرض لها وخلاص؟ مفيش حاجه بتحكم استخدام المواد الضاره او اللي بتعمل ادفيرس ايفكت للهيومن بودي؟ مفيش قوانين بتحكمها؟ ده احنا عندنا في الادويه في حاجات اسمها جايد لاين او ارشادات تقول لك استخدم الدواء ده وما تستخدمش الدواء ده، خد الدواء ده وانت عندك كذا وما تاخدش الدواء ده وانت عندك كذا، صح يا جماعه؟ لو عندك ضغط وعندك سكر يقول لك استخدم الادويه الفلانيه وخلي بالك من الادويه الفلانيه ما تاخدهاش، ممكن تعلي لك الضغط، ممكن توطي لك الضغط، ممكن تعلي لك السكر، ممكن توطي لك السكر. لازم يكون في ريجيوليشن، زي ما في ريجيوليشن او حاجات بتنظم استخدام الادويه، لازم يكون في حاجات بتنظم تعرضنا للمواد التوكسيك، صح الكلام ولا ايه؟ وعشان كده خرجوا من علم التوكسيكولوجي دول ثلاث فروع ينظمهم التعرض للمواد التوكسيك. يقول لك والله المكان الفلاني ده ما ينفعش تروح عشان في ماده توكسيك معينه ممكن تعمل لك مشاكل معينه، الدواء الفلاني ده تاخده بجرعات معينه لان الدواء ده ممكن يعمل لك ادفيرس ايفكت قد كذا. عملوا ثلاث فروع من علم التوكسيكولوجي ينظموا لنا تعرضنا للمواد التوكسيك، علم اسمه الميكانيستك توكسيكولوجي، وعلم اسمه الديسكريبتيف توكسيكولوجي، وعلم اسمه الريجولاتوري توكسيكولوجي. ركز فيهم كده افهم، علم اسمه الميكانيستك توكسيكولوجي، وده هيختص فقط انه يدرس الميكانيزم اللي عملت بيه الماده السبستنس ادفيرس افكت. من اسمه ميكانيستك يعني هيدرس ميكانيزم الان سي دي عملت بيبتيك السر، يا ترى ازاي؟ والله ده الان سي بتعمل انهيبيشن لكوكس 1 وكوكس 2، ولما عملت انهيبيشن لكوكس 1 جابت لنا بيبتيك السر. بتدرس الميكانيزم، فالعلم ده يختص الميكانيستك توكسيكولوجي هو يختص فقط بدراسه الميكانيزم اللي عملت بيه السبستنس الادفيرس افكت. طب علم الديسكريبتيف هيوصف لك اللي حصل، هيقول لك الان سي ديت لما استخدمناها عملت بيبتيك السر، والالسر دي كان السايز بتاعها قد كذا وكانت موجوده في اماكن كذا وكذا وكذا. هيديسكرايب من اسمه هيوصف اللي حصل بناء على تجارب، يجيب شخص او يجيب فئران تجارب ويبدا يجرب عليها الان سيد ويبدا يقول لك والله ده عملت بيبتيك السر بحجم قد كذا وفي وقت قد كذا وعملت كذا واحده في اماكن معينه، يديك ديسكريبشن يوصف لك الاحداث. وبناء على التقرير اللي هيصدره الميكانيستك توكسيكولوجي اللي هو بتوع اللي هيعرفونا الميكانيزم، وبناء على التقرير كمان اللي هيقوله بتوع الديسكرايب ان البيبتيك السر حصلت وقت قد كذا وحجم قد كذا وعنده جرعات كذا، يجوا بتوع الريجولاريتي ويدونا الديزيشن بقى القرار، هم اللي هينظموا بقى يرجيوليت ويديسايد هل الماده دي يمكن استخدامها طبيا او يفضل ان البني ادم ما يتعرضش ليها خالص، هل المكان ده يفضل ان الشخص يروحه وهو في ماده توكسيك ولا يفضل انه ما يروحلوش خالص؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ فالميكانيستك توكسيكولوجي هو علم يختص بدراسه الميكانيزم فقط، لكن علم الديسكريبتيف هيدينا وصف للمشكله اللي حصلت اللي هي البيبتيك السر. بتوع الريجولاتوري دول اهم واحد فيهم لانهم دول هياخدوا ريبورتات من الميكانيستك ومن الديسكريبتيف ويبدا يدينا ديزيشن وينشر الديزيشن ده بقى، زي ما الاف دي اي بتعمل كده، منظمه الغذاء والدواء العالميه بتاخد تقارير منهم هما الاثنين وتبدا تقول لك الماده دي اسحبها، الماده دي لا سيبها، زي ما كانوا بيقولوا من قريب عن الرانيتيدين، ان الرانيتيدين الموجود في وكان شائع استخدامه موجود في فوار راني مثلا، قالوا لا الدواء ده ينسحب لانه لو بيعمل تيومر وبيعمل كانسر. خدوا ميكانيزمات او خدوا الميكانيزم من الميكانيستك توكسيكولوجي وخدوا وصف من بروج ديسكريبتيف وطلعوا بديزيشن وطلعوا بقرار. انا قلت ايه النهارده لحد دلوقتي؟ انا قلت فروع علم التوكسيكولوجي ان هي سبستنس او علم التوكسيكولوجي هو ماده بتقدر تدي ادفيرس افكت على الهيومن بادي، الماده دي يا اما بويزون يا اما توكسين يا اما توكسيكن، وعرفنا الفرق بين الثلاثه، هتدي ادفيرس افكت له كذا نوع، ومن حظك ان بعد فتره طويله الجسم يحاول ياخد ناحيتها ايه؟ ياخد ناحيتها التولرنس. طب في فروع لعلم التوكسيكولوجي؟ في ميكانيستك وديسكريبتيف وريجولاتري، مظبوط الكلام كده يا جماعه؟ هضيف معلومة واحدة بس وهنكمل في الفيديو اللي جاي، لحد دلوقتي أنا ما طلعتش على الورق، هناخد فيديو كمان نتكلم فيه على شوية الكلام اللي باقي ده، وبعدين نقرا الكلام اللي فوق في الورق مع بعض بإذن الله، عشان وأنت بتذاكر يبقى سمعت الشرح وفي نفس الوقت قريت معاك الورق فيبقى الكلام بالنسبة لك سهل.
اي ماده في الدنيا بقى سواء بويزن او توكسين او توكسيكن، عشان تقدر تعمل الادفيرس ايفكت دي لازم بتمر بثلاث مراحل، لازم تمر بثلاث مراحل لحد ما توصل للجسم وتقدر تعمل له ادفيرس ايفكت. انا النهارده هقول لك اول واسهل مرحله فيهم، ستيب 1 اللي احنا هنسميها الاكسبوجر، ان الماده دي لازم يتوافر فيها خاصيتين عشان تقدر تعمل الادفيرس ايفكت. اولا توصل بكونسنتريشن كافي للهيومن بودي، يابا يوميا بنتعرض لمواد توكسيك ولكن لان تركيزها ضعيف جدا وقليل جدا مش هتعمل لنا حاجه، مش هتعمل لنا ادفيرس ايفكت ولا تعمل لنا حاجه جدا خالص. ياما يوميا بنشم حاجات وبنتعرض لحاجات وبنستنشق حاجات ممكن تكون بتعمل ادفيرس ايفكت، ولكن لان الكونسنتريشن بتاعها ما يتوفرش فيه التركيز الكافي مش هتعمل لنا حاجه. فعشان الماده تقدر تعمل ادفيرس ايفكت لازم تمر بثلاث مراحل، اول واحده فيهم انها تكون بتوصل للهيومن بادي بتركيز كافي، ورقم اتنين انها تقعد في الجسم فتره كافيه، البرزيستنس بتاعتها، كلمه برزيستنس معناها انها تقعد في الجسم فتره كافيه او وقت كافي عشان تقدر تعمل الادفيرس ايفكت. يبقى المادة عشان تبقى توكسيك لازم يتوفر فيها اول حاجة كلمتين، رقم واحد تركيز كافي، ورقم اتنين بريزيستنس او تقعد في الجسم في وقت كافي. وعلى فكرة انت لو فكرت شوية هتفهم بقى ازاي الجسم بيقدر يتكيف معها وممكن ياخد ناحيتها توليرانس. عارف انت ازاي؟ ان الجسم يحاول، انت خلاص عمال تتعرض لمادة توكسيك لمادة توكسيك لمادة توكسيك، يقوم هو يحاول يخلي التركيز اللي بيوصل منها قليل، يقطع في الابزوربشن بتاعها، يقطع في الاستنشاق بتاعها، يدي اوامر للريسبتورات ما تستقبلهاش، فيحاول يلغي حته الكونسنتريشن. ولو ما قدرش يتغلب عليها وقدر يدخل الجسم بتركيزات عاليه يقطع عليه حته البرزيستنس، ما يخلوش يقعد في الجسم فتره كافيه، يدي امر عالي بالاكسكريشن بتاعه عشان يحاول يلعب في البرزيستنس بتاعته. شفتوا التوليرانس ممكن تحصل ازاي يا جماعه؟ التوليرانس الكلمه سهله قوي، ان الجسم بيحاول يتكيف مع المشكله، هيتكيف ازاي؟ هيلغي لها فقره الكونسنتريشن وفقره البرزيستنس بتاعها. احنا جسمنا ذكي وسمارت، امال ربنا يعني خلق الجسم ده ازاي؟ جسمنا ذكي جدا وسمارت جدا يقدر يتعامل مع الحاجات دي. فالماده السبستنس رقم واحد ان هي لازم توصل بتركيز كافي وبرزيستنس كافي. انا خدت ايه النهارده؟ انا خدت النهارده ما هو علم التوكسيكولوجي، ده العلم اللي بيختص بدراسه الادفيرس ايفكت، ما هي انواع المواد التوكسيك بويزن وتوكسين وتوكسيكن، ما هو انواع الادفيرس ايفكت اللي بتحصل والفرق بينها وبين السايد ايفكت، ما هي فروع علم التوكسيكولوجي ميكانيستك وديسكريبتيف وريجولاتوري، ما هي اول خطوه يجب توفرها في السبستنس اللي هتعمل ادفيرس ايفكت، كونسنتريشن وبرزيستنس. اتفقنا يا جماعه كده؟ في اول فيديو في اي حاجه صعبه الموضوع سهل لو احنا ما حفظناش حاجه، ده احنا عمالين نفهم بس شويه كلام مع بعض. في الفيديو اللي جاي بعد ده على طول هكلمك عن خطوتين تانيين بتعملهم الماده السبستنس عشان تبدا بقى توصل للهيومن بادي، وهل الهيومن بادي هيقف ساكت كده قدام التعرض بكونسنتريشن وبريزيستنس وبحاجات تانيه، ولا يا ترى هيبدا ياخد خطوات عشان يحمي نفسه؟ ستيب 4 دي اللي هنتكلم عنها باذن الله. اذا فهمت الستيبس دي على بعضها كويس يبقى انت كده قتلت اول محاضره الدكتوره شرحتها خلاص. في الفيديو اللي جاي بعد ده وانا بتكلم عن الستبس اللي باقي دي كمان لو فهمتها كويس كمان يبقى انت كده قتلت اول محاضره، واول محاضره بالنسبه لك ما حفظتش فيها حاجه، الموضوع سهل وسلس ولذيذ جدا يعني. خلاص تعالوا نشوف في الفيديو اللي جاي بعد ده انواع الستبس اللي هي ستيب 2 و3 و4 مع بعض باذن الله. ولو في اي سؤال او عندك اي معلومه مش واضحه اتفضل اسالني على الواتس، ورجاء ما تحفظش، رجاء ما تحفظش، في حاجات معينه اللي عايز اقول لك احفظها والباقي حاول تفهم على قد ما تقدر وارسم الخريطه في دماغك. خلاص يا جماعه ارسم خريطه الحصه في دماغك زي ما انا عاملها كده. تمام، اي سؤال على رقم الواتس بتاعي الرقم عندكم او على جروب التليجرام اللي موجود بينا باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد ده. السلام عليكم.